قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه بلى صدق هذا صار قال سيد حيدر بلى بلى قضى نفس النبي المرتضى صحيح وأدرج الليلة 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 يا يعني هالحزة تقريبا فاضت روحه وأدرج الليلة في أثوابه مضى على اهتضامه بغصة غص بها الدهر مدى أحقابه عاش غريبا يعني تبكي على النبي أنت تبكي على القرآن تبكي على الإسلام تبكي على القضية تبكي على المبدأ تبكي على الضمير مضى على اهتضامه بغصة غص بها الدهر مدى أحقابه عاش غريبا بينها وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه لقد أراقوا ليلة القدر دمان دماؤها انصببنا بانصبابه تنزل الروح وفوافى روحه صاعدتان يعني ليلة القدر شلون هالمعنى كان على أمل اللقاء بأمير المؤمنين تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه أعيد لك هذا البيت حتى تتأمل تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه فضج والأملاك فيها ضجة وعليا منها اقشعر الكون في إهابه قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابه يا ليلة القدر الشريفة ليش تبكي يا ليلة القدر الشريفة ليش تبكين إيش مالك حزينة قالت من فراق أبو حسين
بكل عام بس ما أمر قام مصلي الليل بهان وسكينة يرتل القرآن ترتيل ويبتهل ودموعه على وجناته تسيل يسأل من الله يغفر ذنوب المحبين. يا علي الكلمات عاجزة عن وصف المصيبة. ومن يوقف يصلي يشع وجهه بالأنوار وتتنزل الأملاك بأمر العلي الجبار ويسبحون الله عن يمينه واليسار والفخر كله بالوصي حيدر أبو حسين. مو بس أنا اللي أشهد بشانه وفضله يشهد شهر الصيام لو الدهر كله يا ما يتيمة وأرملة عاشت بظله وعمت على العالم أفضل شمال ويمين. يا علي سيف الإله وجدل سيف المرادي يا رب جل حلمك على جور الأعادي وبالألم جبرائيل لجلة ظل ينادي وفارقت روحها ليلة الواحد وعشرين